احنا طلبنا حاكم لحد شايره، ريت خويا ما وصلش هكايا يلقى كرامه الشرطه في الرومبوا، قالك بالزلاليط والعصي راوك يجوني لهنا الدبوس اختي قد هكا، هم ضرانتهم ضربوه هزوه للوحو، قالك فما ولد جيراننا في وين المركز حي النجاح، قال لي شدوه ريتي من الكبوت، قال لي الطربوشه هذيا من هنا ومن ساقيه، يا ريتي قال لي هبطوه ما كلها ما هندر الكرهبه، قال لي هبطوه، قال لي لوحوه هكايا، قال لي شو ليك وقتها قال لي راهو نلقوه، قال لك دايخ دايخ شدني نلقوه طايح، هما بعد ما عصروه ضربوه بالكرهبه ضربوه، قال لك لا نلقوه طايح، هيك لقيتها طايحه بعدين المينوت، فما واحد يلقوه طايح ركبوا المينوت على الاخر هكاك، عمرها ما تجي لك هذي تو واحد يقول تايح نرمال مو يكلموا له الحمايه على بلاصه، مش في مدي طاف يكتفوا تكتيفة هي بيده ويهزها، انت مو ما عنده حد شيء وما حسرتوش، تقول ما حسرتوش علاش تقيت هذا يا بليل، هذاك بليل فيه دبوس قدن هكا، ريتي دبوس في ذا هكا قدن هكا كله وحكا الحطبك هكا كل واحد فيهم دبوس، واحد قال لي هذاك ريت يا خوك هي حامل روحها باندي مع قبل مع البوليسي ما يعرفش البول الحاكم نتاع طاو ما خلطش عليه هذا، قال لي ريتي خوك كبر ما عادش فيه ضربه واحده اوب طاح، ما غير ولا كلك على هذا الشيء يقول لك يجيك في الاخر يقول لك لا ما نلقوه طايح هزينا للسبيطار ما مسيناش، هذا شكون ضرب هذا الضرب هذا يكون شكون اللي ضرب هذاك؟ مشيت نقيها كراس المركز هذاك اللي حاصيله بالكرهب من هنا والكرهب الحاكم قدس، قلت فما حاجه شكون اللي يضربوه بالكرتوش ولا شنو، مشيت نجري كي دخلت يخزروا لي قال لها هاي خلطت هنا خلطت ريت خلطت، عملت هكايا يتلهوا فيا واقف الحاكم من هنا تلا فيه باش نتعدى في الكروار لارجونس من هنا، ها وحدي ما نعرفش كيش درت من هنا، جاي باش يكلمني البوليس انا حسبت روحي مشيت، مشيت نسمع في مراه فميكا قالت لها ريت جابوه مدمدم مسكين، قلت خويا ضيع على خويا، دخلت من هنا لقى الطبيب يزرق فما مراه فك لارجونس في الليل، دخلت من هنا فما باب مسكرينه ناس فما باب حليتها من هنا رجعت من هنا نسمع في هذا يا رئيس المركز هذا قالوا رئيس المركز انا في بالي بوليس نسمع في حليت الباب بشوي باش نصنط نسمع في الحديث قاعد مع الطب من هنا قال له قل له ها هو فهم يشهد علي يا ربي يشهد علي يا ربي كان نزيد عليه من فمه الوزني ياخذ من حق نهار اخر لو كان نزيد عليه قال له قل له طاح بالموتور مات ريت قال له خلف ظلمة ها ها يا هنا ظهره على الاخر شوفك شفتها ماشي نجم بقيت لين وخلينا مطيشين هكاك فهمت واش بيها وتفرجي لهنا ها ولهنا ظاهرة كل شيء يخزل هاي الضربة لهنا لينا كبيرة اخزر اخزر الضربة هذي كيف يزروا بيها شفتها تفرجي لهنا كيفاش عاملين فيه مطيشينها كيفاش مطيشينها هاي الضرب في نفس الوقت هو يربط في فميكا ويلم في الحوايج هذا الحوايج قلت لك تال تواك ظاهر مضروب كيفاش مقطع كيفاش مخبوط لم فك حوايج في كبوته هكايا فما وحده فما وحده فيها ما نعرفش بالدم ولا شنو لمتهم هكايا في الكبوت هو فما طبيب عمل لي بعيني هكا قال لي امشي نجيب لك ساشي يعني حطها في الساشي قلت له ريت هذوما الحوايج نلزم تحليل هذا ماشي لتونس نهز تحليل يشوفوا لي حوايج خويا خويا مقتول ماهوش حي مش مذا قلت اخويا مكتوب ما يقتلش روحه اخويا روحه عزيزه بلي 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 يوصل يوصل وما يقتلش روحه